لو الحكاية فيها إن فيتو الأدلة المادية اللي تكون موجودة في جسم الإنسان اللي بناء عليها نقدر إحنا نعمل التصور للواقع. يعني إن هو إحنا من واقع الإصابات المنتشرة في جسم الإنسان نقدر بقى إيه نحدد الأداة المستخدمة والمكان الإصابة والموقف الضارب من المضروب وخطورة الإصابة وكل الحاجات دي كلها. فطبعا أنا حسب ما فهمت وقريت من التقرير إن كان المدخل بتاع المغذوفات الرشية اللي هي مجموعة المغذوفات الرشية كانت من الخلف أساسا في الظهر، وفي جزء منها كان في يسار الوجه، وهم عللوها إن هي كانت بصة شمال. ليه؟ لأن انتشار جزء منها في الوجه وجزء من أثرها في الوجه، في أثر موجود في ناحية الخد الشمال أفتكر ده حسب ما كان موجود. ده بيديني احتمال بيديني المبدأ الأساسي ان طبعا هي المغذوفات الرشيه ما بتخش وتطلع زي المغذوفات العاديه، فهنا بيكون ايه مكان طريقه مكان الدخول وانتشار الرش الموجود وهل في علامات دخول بالاطلاق ولا ما فيش، كل الحاجات دي كلها هي اللي بتظهر. فمن الوصف الموجود في التقرير هي جت اصابه في الخلف واصابه الرئه واصابه القلب، فدي يعني معناها كانت مسافه قريبه. ليه؟ لان عشان تخش مجموعة من الرش بهذا الاندفاع بالقوة ويخترق عضلات الظهر ويخترق في بعض الأضلاع من الخلف ويعمل تمزقات في الرئتين مع مساحة الانتشار اللي قالوها دي تقريبا، فيعني نقول مساحة الانتشار حوالي أنا ما مش كاتبينها هم، لكن كده إن دي تديني مسافة. في عندنا نوعين، في عندنا الأسلحة القصيرة والأسلحة الطويلة. فاحنا بنحسب بالأسلحة الطويلة إن دي تكون يعني مثلا لو هي مساحة الانتشار أكتر من 30 أو لغاية 50 سنتي فنقول لغاية مثلا إيه 8 متر تقريبا في بالنسبة للسلاح طويل الماسورة. تمام، ودي المساحة قد إيه؟ ما هم مش كاتبين قد إيه، أو أنا ما مش متذكر كاتبين مساحة إيه، لكن بقول لك لو هي مساحة الانتشار في هذه البوع 8 متر مثلا، ده مثلا فهي ايه دي بتكون بالاسلحه الطويله بتقل اقل من كده باقصاها 8 بتقل الى النص فين في الاسلحه الماسوره القصيره زي اللي هي ايه الفرد الخرطوش، يبقى هي في حدود 3 متر تقريبا. ليه؟ عشان تنتشر بهذا الانتشار وتخش بالقوه والعمق ده تكون في حدود اللي هو ايه 3 3.5 2.5، يعني في الحدود الرينج بتاع 3 ل 5 متر بالنسبه للاسلحه قصيره الماسوره، لان يعني تقريبا اقل من النص بالنسبه للاسلحه الطويله. فيبقى عندنا احنا الاصابه في الظهر الوجه يكون متجه ناحيه الشمال لسبب ما اعرفش ايه هو ليه، وبعد كده دخولها واندفاعها وانتشارها تبقى المسافه زي ما هم كانوا برضه قادرين، وهي برضه تبقى تقريبا صح اللي هي تكون تقريبا بالنسبه لو المستخدم استخدم فرد خرطوش يبقى في حدود من 2.5 ل 3.5 متر تقريبا. يعني المسافه تكون قريبه تبقى المسافه قريبه عشان تخش وتخترق وتعمل التهديدات دي كلها. اما لو هي بندقيه بتبقى المسافه ابعد شويه وتكون الضارب خلفيتها لان الاصابه من الخلف الى الامام. تمام. يعني ده بيفسر ان ده يكون مثلا مين اللي يعني هل نقدر نقول مين اللي ممكن يكون تسبب في الوفاه؟ يعني نقدر نقول الشرطه ولا مش الشرطه؟ لا ما نقدرش نقول السبب، لان احنا التوقيتات بتاعتنا ساعه الضرب يعني لا قبليها ولا بعديها، يعني انا النهارده قاعد دلوقتي معاك لكن لو انا قمت ومشيت ممكن يبقى الضرب وانا ماشي بقى مش وانا قاعد دلوقتي. يعني هي دلوقتي المنظر ان احنا قاعدين جيت انا اصبت بالظهر، هيقول لك ازاي؟ طب ازاي الضرب هي مش بعيده؟ افرض بقى ان احنا اتحركنا تغير وضعنا، لان احنا ما نعرفش امتى انضرب بالظبط، هل هي كانت بتجري ولا كانت واقفه ولا كانت قاعده ولا كانت، يعني لازم توقيت الاصابه نحدد عليها موقف الضارب. تمام. يعني وصلت المعلومه؟ وقت الاصابه اللي هي اصيبت فيها هي كانت عامله ازاي؟ كانت واقفه فين وباصه فين وعامله فين؟ لكن ما نقدرش نقول بقى من ساعه ما نزلت لغايه بعد كده، لان هي اتغير الوضع كذا مره، مره قاعدين مره ماشيين مره اتحركت يمين مره اتحركت شمال مره طلعت تجري، يعني هم جري وراها
ده كله بيجمع تصور ايه اللي هو بيكون مرض ساعتها. تمام. عشان تبقى الصوره واضحه 100% يبقى في تاكد. هي كان مصيره جدا حوالين الشوك هي اللي ضربها ولا الشوك هي اللي ضربها؟ حتى كان نايل عيني من منع الكلام في الموضوع ده او منع حظر الشوك بسبب مقيله يعني في مكتب الشرطه. لا هو شوفي انا برضو ببقى حريص جدا برضو ليه؟ لازم نكون مطلع على كل الحاجات دي كلها موقف الضرب مضروب وكانوا واقفين فين والشرطه او الناس مين هي المجموعه اللي موجوده، هل في ناس قاعدين بيمشوا من ورا ولا نفس المجموعه؟ ظهرها كان بعيد عنا الناس قد ايه؟ لازم يكون الصوت ده كله موجود عشان نقدر نحدد نقدر نقول مين تقريبا. فهو هنا دلوقتي هم ليه هم مانعين؟ هم يصيروا بيفرغوا او حسب معلوماتي بيفرغوا الكاميرات الموجوده عشان يحددوا بالظبط ساعه الاطلاق. كانت واقفة قدام مثلا محلات تجارية بعيدة عن المحلات التجارية، مين كان واقف وراها، مين كان على اليمين، دي كلها ساعتها عشان ما تسبقش الأحداث. تمام. بالنسبة بقى في هل ممكن إذا كان في ناس ماتت مثلا زي عمر سليمان وأسر الجدل حوالين وفاته، هل مات بطريقة طبيعية ولا مات مقتول؟ وبرضه مثلا أشرف مروان وياسر عرفات شخصيات كتير في العصر الحديث يعني. احنا لو حبينا الجدل الجدل وشوفي الحمد لله ان احنا مش رؤساء ولا ملوك ولا حاجه مهمه، لان عاده معظم الرؤساء او الزعماء او الناس المهمين القتل بتاعهم بياخد دايما بيصير اقاويل كتيره جدا وفيما نظر ان الناس يعني ايه تسلم بشيء معين. وانت ذكرتي الاسامي كلها فيها جدل يعني مثلا اللي هي حتى جمال عبد الناصر الله يرحمه، انا قريت التحقيقات وقريت الشخص اللي كان متهم وانا قريتها عندك ان هو اتسمم برغم ان الدكتور علي عطف اللي هو على فكره يقال ان هو اللي كان سبب وفاته والله اعلم، هو اول واحد عمل علاج طبيعي كان لسه جاي من لايبزيج في المانيا وراجل ديسن جدا وكان جاي من المانيا كان بيعمل الدكتوراه بتاعته في العلاج الطبيعي في المانيا وجي مسك فين؟ عمل وحده طب رياضي في النادي الاهلي وما زال المكان بتاع هو يعني رحت اعمل علاج طبيعي من نفس المبنى القديم اللي هو فهنا قالوا ايه ساعتها يعني انا اشرح لك بقى كذا واحد من الناس اللي هم طلعوا عن نمسك عبد الناصر الاول عبد الناصر مثلا هو عبد الناصر عنده كان كذا حاجه عبد الناصر الله يرحمه يعني من طوله وعرضه وجسمه حاجه دي لكن هو كان كان مريض بمرض اسمه السكر البرونزي السكر البرونزي ده بيعمل ساعات ترسبات في الامعيه الدمويه ويخليه ما يقدرش يمشي فترات طويله يعمل كوركتيش يعني ايه انخفاضات في الاوعيه الدمويه يخليه ما يمشيش فهو كان باصرار بتعمل له علاج طبيعي علاج طبيعي يعني مساج والحاجات دي كلها طبعا عشان اي مسؤول يتعمل له علاج طبيعي ومساج والحاجات دي كلها او ياخد حقنه او شيء بيبقى فيه تضييق غير معقول على كل هذه الاشياء القصه اللي هم قالوها بتاعته عن المخابرات الاسرائيليه اللي حبت تقول للسادات ساعتها ان احنا عملنا كذا اصل هم جم يبلغوا كانت مصر قبض عليهم من الاول كان اسمها مجموعه العجوزه مجموعه العجوزه اللي هي بتاعت فيقال ان هو كان لما جه لان هناك لايبزيج كانت المانيا الشرقيه كان فيها يهود كتير وصهاينه كتير فالشغل بقى الجاسوسيه والحاجات دي كلها فيقال ان هو كان معاه المراهب كان بيحطوا عليها المواد السامه تاخد بالك السامه دي طبعا مع المساج والعلاج ما بتبانش الاثر في ساعتها لكن بتترسب داخليا في جسمه لغايه اما ممكن تؤدي الى الوفاه. الله اعلم بقى هل هو ده صدق ام الضغط العصبي اللي هو حصل على المرحوم جمال عبد الناصر الزعيم جمال عبد الناصر في المقابلات ساعه ما جت المشكله اللي كان فيها المجتمع الجامعه العربيه في مصر والخناقات ما بين كان ياسر عرفات والملك حسين والدوشه اللي كانت حصلت بين الفلسطينيين والاردنيين والضغط العصبي مروح المطار وجاي من المطار والتعب ده كله، هل هو اللي عمله الجلطه وسبب في وفاته؟ ولا ان هو كان نتيجه زي ما بتقول اسرائيل او بيقولوا في المخابرات او بيقولوا في اي حاجه ان هو مات متسمم. طبعا لغايه النهارده الحقيقه لم تظهر. ما فيش حد يقدر يكذب بيها حتى الطب بتاعنا سمعت ان هو كان قال ما فيش الكلام ده كله، ما يقدرش فيها برضه لان انا راجل طب شرفان. في حاجات بتقعد تترسب في جسم الانسان لفترات طويله جدا. وبرضه ما ضاف في بالنسبه للمرحوم برضه عبد الحكيم عامر نفس الحكايه برضه هل هو مات منتحر ولا مات مقتول ولا بتاع دي برضه بتصير الاخوات كثيره لكن هي ثابت فيها الثابت فيها مش مضروب بالنار. تمام. مش مضروب بالنار لان التقرير عندي بتاع التشريع وكل حاجه فانا عارف هذا الكلام.
برضو مرحوم الفريق ده عمر سليمان. لكن الطب الشرعي ما قدرش يحدد اذا كان مات منتحرا ولا مات مين؟ هو عبد الحكيم عليه. لا هو حدد. هو سواء التحليل يعني ايه؟ نفى وجود اصابات فيه ونفى وجود عيار ناريه. ما لقاش اسباب مرضيه تؤدي الى الوفاه. ما هو لقوا في ماده كانت حاتلت على رجله اللي هي ماده الاكونيتين. الاكونيتين دي الاكونايت دي بيستخدموها المخابرات والحاجات دي كلها على اساس ان وقت ما يتزنق يتمسك يحطها تحت لسانه بيموت على طول. وهي ما بتبانش في التحاليل بعد كده. فهم اوعزوا الى ان هو ممكن يكون تناولها. هنا بقى هو قال تناول ماده كذا. او هم طردوا هذا التناول. يعني ان هو تناول ماده يعني في ان هو تناول ماده اللي هي الايه الاكونيتين. هنا بقى دور التحقيقات مش دور الطب الشرعي. يعني هل هو اللي تناولها بمزاجه ولا حطوها له في كوبايه جوافه زي ما بيقولوا ولا حطها له في كوبايه شاي؟ يعني اذا هنا هو بتبقى فيها الغموض كتير جدا. والتحقيقات اللي بقى هي اللي هتحقق 100% تصل الى الحقيقه. مفروض وانا الله يرحمه عامل يعني انسان كان ليه بصمات وحاجات كويسه وحاجات يعني اللي هو ايه مسؤول عنها. انا كطب شرعي بحثي وقديم من 67 بشتغل وشفت اكثر من 18,000 حاله. ما تمشي ناس بال 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 بالانتحار. الانتحار تهمه. الانتحار دي تهمه. خلي بال حضرتك ليه؟ لان النهارده منتهي بيبقى انتهي واحد ان هو انتحر. يعني معناه ان هو راجل خرج عن الدين. اذا كان مؤمن على حياته بيروح تامين عليه، اذا كان ضابط بتنزل رتبته، الضابط تنزل رتبته عسكري. خلي بالك لو انتحر ضابط ينزل عسكري، الجيش ما فيهوش فيه هزار. فهنا الناحيه الاجتماعيه السوشيال كمان دي بتاعتها تخلي الناس ما تخبرش عليه خالص، لا عليه ولا على القرايب ولا على اولاده. يقول لك او الام تنتحر يقول لك لا مش هنتجوز البنت دي لحسن ما انتحرت. هذه تهمه كبيره جدا. مش كده انا كنت حريص جدا في الكلام عن حاجتين، في الموضوع بتاع والموضوع بتاع سعاد حسني. طب حضرتك ليه؟ لان برضه اجزموا بالقتل واجزموا بالانتحار هو نتائج تحقيقات بتاعت حتى بالنسبه لسعاد حسني. طب مثلا خلص التحكيم عامل، يعني هو قال طب الشرع ان ماده الاكونتين هي اللي ادت له. فهو دي ماده سميه وفعلا معروف عنها ان دي بيستخدموها بتوع المخابرات، ودي نادر ان حد يحتصر عليه الا ناس معينين هي اللي عندهم. هل هو انتحر ولا ما انتحرش؟ برضه ما نقدرش ننزل زي حضرتك انا ليه؟ مين اللي اداها له او هو تناولها ولا حد حطها له في الكوبايه او شيء؟ التحقيقات اللي بتجيب ايه؟ التحقيقات. لكن حسب تصوري او هما لم يصل الى نتيجه ان هو اتقتل. مفيش سبب طبعا، كان في حمايات عليه. وفي نفس الوقت ما يقدروش يقولوا انه منتحر. ليه؟ لان انتحار زي ما قلت برضه دي شغلانه صعبه قوي. تمام. يعني طب تصور حضرتك على فكره انه في واقعه بس مش عارف تتسجل دي ولا لا. كانت مع الله يمسيه بالخير خالد محي الدين. اخر رجال الثوره. تمام. عارفه؟ وما تشوف تفتكر غدا دي. في مره من المرات برضه وانا رئيس المصلحه قال لي والنبي يا دكتور فخري انا عايزك تجيب لي او تعرف لي هل عبد الحكيم عامر مات مقتول ولا مقتول؟ طب نكتبها؟ قد يعمل حسك بقى نبقى حريصين فيها بس شويه بس انا بقى كده. المهم انا قلت له والله يعني انا شفت التقرير والتقرير موجود عندي. التقرير التصريح موجود. فقلت له مش ما فيش ضرب نار، ما فيش اصابات، ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش. ونفس الكلام اللي بحكيه. قالت كده طمنتني الحمد لله. قلت له ليه؟ قال لي ان احنا متفقين بتوع الثوره كلهم من قبل ما يقوموا بالثوره ان هو ما فيش حد فيهم يقتل التاني.